بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. تمام، أهلا بيكم في المحاضرة الأخيرة من كورس قواعد اللغة الإيطالية للمبتدئين. إن شاء الله النهاردة هنعمل ريباسو جينيرال. يعني إيه ريباسو جينيرال؟ يعني زي ريفيجن كده على كل حاجة. أول حاجة خدناها الماسكيلي، الماسكيلي والفلان. الماسكيلي اتفقنا إن هو المذكر، طبعا المراجعة مش هتبقى بالتفصيل زي ما كنا بناخد في كل محاضرة، بس هتبقى زي هنت على كل حاجة احنا خدناها كده، بحيث ان احنا نفكر بكل حاجة احنا خدناها من اول ما بدأنا. اتفقنا ان في اللغة الايطالية الاسماء المنتهية بحرفي الاي والاو، طبعا الاي في الايطالي بنقولها اي، واو تتغير عند الجمع الى اي، زي اي باتشي. il باتشو بتبقى اي باتشي، il فيليو بتبقى اي فيلي، l'incrocio l'incroci. قلنا الأسماء المذكرة طبعا اللي آخرها حرفي الإي والأو تتغير عند الجمع إلى حرف الإي، إزاي؟ زي عندنا كلمة الباتشو بتبقى إي باتشي، إل فيليا إي فيلي، إنكروتشو لي إنكروتشي. إحنا هنا بنتكلم عن الجمع السنجولار والبلورال. يعني إيه سنجولار؟ يعني المفرد والجمع. قالنا الكلام ده بيتطبق بس اذا كان حرف الاي منبور فتحول الى اي اي، زي كلمة لودزيا اللي هو العم او الخال بتبقى لي دي، لودزيا بتبقى لي دي. دي اول حاجة اتكلمنا فيها. بعد كده قلنا الاسماء اللي منتهية بمقطع ايكو بتجمع على انها تشي، زي لاميكو يعني صديق بتبقى لي اميتشي، روستيكو اي روستيتشي. تاني قلنا مقطع ايكو بيتحول لإيتشي، زي لاميكو لي اميكو اي روستيتشي. طبعا عندنا لكل قاعدة شواذ باستثناء بعض الكلمات، زي كلمة لانتيكو القديم بتبقى لي انتيكي، كلمة الفيكو اي فيكي يعني تين. الاسماء اللي تنتهي بحرفي كو بتجمع على انها كي، زي ايه؟ زي لو شيكو، لو شيكو هو الشيخ بيتجمع على انها لي شيكي، لي شيكي. بانكو اي بانكي، اي بانكو اي بانكي. يبقى احنا قلنا مقطع كو ده بنجمع على انه كي، زي البانكو اي بانكي. برضو قلنا لكل قاعدة شواذ باستثناء بعض الكلمات، زي الجريكو اي جريتش، الجريكو اي جريتش. بعد كده اتكلمنا عن الفينيكي، يعني الفيميلة يعني المؤنث. يبقى المذكورة المذكر، الفيميلة المؤنث. قلنا غالبا في حروف اللغة الإيطالية بتبقى الفيميلة من آخر حرف خالص بيبقى حرف الأ، حرف الأ بيتجمع بعد كده بيبقى حرف الإي. طبعا حرف الإي ده في الإيطالي بنسميه حرف الإي، والإي بنسميه حرف الأ. لا دونا مفروض دي دونا، لا دونا لدونا، لا فينيسترا لي فينيسترا، لا بنا لي بنا. باستثناء بعض الكلمات، زي عندنا اشهر الكلمات دي لامانو، لامانو ناس كتير قوي بتفتكرها ماسكيلي عشان اخرها حرف الام، بس هي فينيرا لما بتتجمع بتبقى لي ماني، لي ماني طبعا متطور من الشواذ. الاسماء الفينيرا اللي بتنتهي بحرف كا بتتجمع على انها كي، زي لانكا لانكي، لافاكا لي فاكي، لاماركا لي ماركي. تاني لانكا لي امي، لافاكا لي فاكي، لاماركا لي
ماركة، يعني اللي آخرها شان تبدو على إنها تشي زي لا بانشا يعني البطن، لي بانشي، لا كوشيا لي كوشي. باستثناء برضو بعض الكلمات زي لا كانيتشا يعني القميص، لي كانيتشي، لا فارماتشيا يعني صيدلية، لي فارماتشية. الأسامي برضو في النيلة اللي منتهية بمقطع جا بتتجمع على إنها جي زي لا ليجا لي ليجي، لا كوليجا لي كوليجي. الأسامي في النيلة هي بمقطع جيا بتتجمع على إنها جي زي لا لوجيا لي لوجيا. إلا إذا كان حرف الإي منبوط زي إيه؟ لا نوستالجية لي نوستالجية، لا دي لي دي. في أي حرف؟ تمام. اتكلمنا بعد كده تاني درس أخدناه كان عن اللي أرتيكولي ديترمناتيفي اللي هي أدوات المعرفة. أخدنا أدوات المعرفة اللي هي سميناها اللي أرتيكولي ديترمناتيفي، وأخدنا أدوات النكرة اللي هي إنديترمناتيفي. قلنا عندنا اول حاجه ادوات المعرفه بالنسبه لي السنجولاري ماسكيلي، سنجولاري ماسكيلي اللي هو المفرد المذكر. لو عندنا سنجولاري ماسكيلي ده بيبدا بحرف ساكن بياخد اداه التعريف ال، بيبدا بحرف ساكن يعني اي حرف غير الحروف المتحركه بياخد اداه التعريف ال، زي كلمه الليبرو الليتو الجورناله. تاني حاجة خدناها لو كان مفرد المذكر ده بيبدأ بحرف الزيتا أو بيبدأ بحرف الإس زائد حرف ساكن، إس وحرف ساكن، ساعتها بياخد أداة التعريف لو زي لو ستوستا. عندنا إس بعدها تي، عندنا إس بعدها دي. لكن طبعا لو كان حرف متحرك يبقى الموضوع مختلف، يبقى ساعتها هياخد حرف أداة التعريف إيري. يبقى لو عندي الكلمة اللي معايا كانت مفرد مذكر وكانت بدأ بحرف الزيتا أو كانت إس زائد حرف ساكن بتاخد أداة التعريف لو، يو لو اسبانيولو لو استودنتي لو سبيتسرو. بعد كده إذا كانت الأداة، إذا كانت الكلمة اللي عندي فيها حرف متحرك بدأ بحرف متحرك يبقى أنا هاخد أداة التعريف الأبوستروفو، الأبوستروفو زي كلمة لاميكو بدأ بحرف الأ ده طبعا من الحروف الدكة. عندي كلمة إيتاليانو بدأ بحرف الإي، عندي كلمة الأمريكانو، عندي كلمة لولانديزي لولانديزي. يبقى لو عندي الكلمة مفرد مذكر بدأ بحرف ساكن تاخد أداة التعريف إيلي، لو كانت مفرد مذكر وبدأ بالزيتا أو بدأ بإس زائد حرف ساكن تاخد أداة التعريف لو، لو كانت بدأ حرف متحرك تاخد الأبوستروفو. بعد كده بالنسبة للبلورالي ماسكيلي، البلورالي ماسكيلي يعني جمع مذكر. لو كان جمع المذكر ده بادئ بحرف ساكن ياخد أداة التعريف إي زي إي ليبري إي ليتي إي جورنالي. اما أداة التعريف جمع المذكر ده لو كان بادئ بزيتا او بإس وحرف ساكن ياخد لي زي لي زي لي اسبانيولي لي اميتشي، طبعا دي اميتشي بس مفيش حرف الأ، لي اولانديزي لي ستودنتي لي سويسري لي ايطالياني لي امريكاني. تاني اذا كان عندي بلورالي ماسكيلي بادئ حرف ساكن يبقى ياخد اداة التعريف اي زي اي ليبري اي ليتي اي جورنالي. لكن لو عندي كلمة جمع مذكر وبدأ حرف الزيتا او بدأ بإس وحرف ساكن ياخد اداة التعريف لي زي ليتزي لي اسبانيولي لي امتي لي اولانديزي لي ستودنتي لي سويسري لي ايطالياني لي امريكاني. في اي حاجه مش واضحه هنا؟ بعد كده عندنا اداه التعريف بالنسبه لي سنجولاري فيمينيلا،
يعني singular feminine يعني مفرد مؤنث. أداة التعريف بالنسبة للمفرد المؤنث اللي بيبدأ بحرف ساكن بتبقى لا، زي لا فرانشيزا، لا فرانشيزا، لا زويترا، لا دونا، لا فينيسترا، لا تيديسكا، لا سبانيولا، لا كيافة، لا كورنيتش. تاني إذا كان عندي singular feminine بدأ بحرف ساكن يبقى أداة التعريف بالنسبة لها هتبقى لا، زي لا فرانشيزا، لا زويترا، لا دونا، لا فينيسترا، لا تيديسكا، لا سبانيولا، لا كيافة، لا كورنيتش. لكن إذا كان عندي سنجولاري فيميلة بدأ بحرف متحرك تاخد أداة التعريف الأبوسترفو، زي كلمة ليديا أو لونتا، ليديا ولونتا. عندنا بعد كده سنجولاري فيميلة الجمع المؤنث، أداة التعريف بالنسبة للجمع المؤنث اللي بيبدأ بحرف ساكن أو متحرك بتبقى لي، حرف ساكن أو متحرك بتبقى لي، زي لي فرانشيزي، لي اسبانيولي، لي استرا، لي امريكاني، لي ايديني، لي تيديسكي، لي دوني، لي كورنيتشي، لي ايطالياني، لي اونيتا. اي حاجه اخرها اتشند بتتغير بس اداه التعريف، لكن طبعا بتفضل كلمة أونيتا كلمة أونيفرسال. لي زويترا، لي كيافي، لي أنيتا، لي أونيفرسيتا. هي أدوات النكرة بالنسبة لي المفرد المذكر اللي بيبدأ بحرف ساكن أو حرف متحرك بتبقى أون، زي عندي أون ليبرو كتاب، أون أميكو، أون يورا، أون إيطاليانو. تاني un libro, un amico, un fiore, un italiano. أداة التعريف بالنسبة للمفرد المذكر اللي بيبدأ بحرف الزيتا أو بيبدأ بإس زائد حرف ساكن بتبقى uno، زي uno studente، uno spagnolo، uno zio، uno svizzero. آخر حاجة كنا وصلنا ليها كانت أدوات النكرة بالنسبة للجمع المؤنث اللي بيبدأ بحرف ساكن أو حرف متحرك، وقلنا هي هتبقى دلي، زي دلي دلي زي دلي أميكا، دلي كيافي، دلي سوريلا، دلي إيطاليانا، دلي فينيسترا، دلي سويسرا، دلي إيطاليانا. بعد كده اتكلمنا عن اي بوسيسيفي، اي بوسيسيفي اللي هي ضمائر الملكية. عندنا بالنسبة لي برونومي بيرسونال، طبعا يو تو لي ولي نوي وي ولورا عرفنا ان هم اسمهم برونومي بيرسونالي الضمائر الشخصية. عندنا بالنسبة لي يو لما تيجي معه مفرد مذكر، لو احنا بنتكلم عن حاجة بنيتها كانت مفرد مذكر يبقى هستخدم مية، زي ما اقول مية ليبرو الكتاب. لو هتكلم عن حاجة مؤنثة هتبقى مية مفرد مؤنث، لو هتكلم عن جمع مذكر هتبقى مية، لو جمع مؤنث هتبقى مية، يبقى مية مية. لو بالنسبة للضمير تو هتبقى تو تو توي توا. بالنسبة للوي ولي قلنا لو ال كابيتالي كده يعني اولها كابيتال كده تبقى صيغة احترام فورما دي كورتيزية، يعني حضرتك او حضرتك. لو بالمنظر الاخير اللي احنا شايفينه ده بتبقى حضرتك او حضرتك. لو مفرد مذكر هيبقى سوا مفرد وا جمع مذكر سواي جمع مؤنث سوا. بالنسبة للبرنامج البرسونالي نوي عندنا نوسترو نوسترا نوستري نوستري. بالنسبة لبوي بوسترو بوسترا بوستري بوستري. بالنسبة للورو وقلنا برضو لورو احنا عايزين فورما دي كورتيزية، بس انا اقول حضراتكم او حضراتكم يبقى هيبقى اول حرف عندي كابيتال،
الظلاله ما بتتغيرش، ومفرد مذكر ومفرد مؤنث، جمع مذكر او جمع مؤنث. ده كان درس ايدو في السي دي، ما هي ضمائر الملكيه. بعد كده اتكلمنا عن زمن البريزنت. طبعا قلنا زمن البريزنت من اهم الازمنه في اللغه الايطاليه، لان يعني هو ده الزمن اللي بيستخدمه في كل حاجه. فبعبر عن عاده بتحصل بشكل مستمر، او لما بستخدمه في اسلوب القصص. اسلوب القصص اللي هو انا لما بحكي قصه حصلت بستخدم زمن البريزنت، او لما اتكلم عن عاده بتحصل كل يوم. زمن البريزنت ده تكوينه قلنا في اللغه الايطاليه عندها تري جروب. الافعال بتنقسم لثلاث افعال، بريمو جروبو، سيكوندو جروبو، تيرسو جروبو. بريمو جروبو بينتهي بارا، سيكوندو جروبو بينتهي بارا، تيرسو جروبو بينتهي بايرا. علشان اوصل لزمن البريزنت بحذف النهايه بتاعه الفيرب وبحط النهايات اللي احنا شايفاها قدامي في الجدول ده. بالنسبه لايا او تو اي لوي ولي ا نوي يامو voi ate loro amo. عندنا آيات بالنسبة لآرا وآرا وإيرا. عشان نوضح أكتر دي عندنا أمثلة. بالنسبة مثلا للبريمو جروبو أو مجموعة المجموعة الأولى بتنتهي بآرا زي verbo parlare يعني يتحدث. بنحط لها النهاية زي ما احنا شايفين، حذفنا آرا وحط لها النهايات زي يو بارلا، تو بار، لوي ولي بارلا، نوي بارليامو، voi parlate، loro parlano. ده بالنسبة للمجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة التانية حذفنا ارا وحطنا لها النهايات دي زي verbo vivere، vivere يعني عايش. يو بيفا، تو بيفي، لوي ولي بيفا، noi viviamo، voi vivete، loro vivono. المجموعة التالتة زي verbo aprire يعني يفتح، حذفنا ire وحطينا النهاية دي apro، io apro، tu apri، lui o lei apre، noi apriamo، voi apri، loro aprono. في بعض الأفعال اللي لما باجي احذف مقطع كبيرة بعملها كأنها مقطع إش، ما عدا نوي وبوي، زي verbo كتيرة، بوليرة، بريفيريرة، فينيرة، تونيرة، وكوترويرة. شكلها بيبقى ازاي؟ شكلها بيبقى كده. verbo عندنا زي فينيرة بيبقى فينيسكا، فينيشي، فينيشا، فينيامو، finita، finiscono، finisco، finisci، finisce، finiamo، finite، finiscono. finire طبعا يعني ينتهي. verbo زي preferire بتبقى preferisco، preferisci، preferisce، preferiamo، preferite، بريفيري بمعنى يفضل، بريفيري يعني يفضل. verbo زي كبيره يعني يفهم، كابيسكو، كابيشي، كابيشا، كابيامو، كابيتا، كابيسكونو. احنا لاحظنا انه اتغير في كله ما عدا مع نوي وفوي. طبعا الافعال دي بنحفظها زي ما هي كده، بس مش هي دي القاعده اللي بتطبق على كل المجموعه الثالثه. الأفعال دي بنعملها معاملة خاصة. برضو في بعض الأفعال اللي بنضيف لها حرف الأك لما بنحذف النهاية بتاعتها ما عدا مع نوي عشان نحافظ على الصوت. في verbo cercare وبجاري، cercare يعني يبحث وبجاري يعني يدفع، زي tu cerchi، lui o lei cerca، voi cercate، loro cercano، noi، tu e noi. الأك. طب احنا لو ما كناش حرف ضمن حرف الأك كان هيحصل ايه؟
كان هيبقى بعد التي كان هيبقى حرف الاي، فكنا هننطقها شاتشي. فعشان نحافظ على الصوت ضفنا حرف الاكل، بقت شاركي وتشاركي يعني اللي هو يدفع. نفس الكلام حصل معي، يوباجو تو باج لوي اولي باجا باجيامو بوي باجاتي لورو باجانو لورو باجاري يدفع ينفق او يدفع. بعد كده اتكلمنا عن زمن الفطور سندوتش. طبعا زمن الفطور سندوتش مستقبل البسيط، ده بنعبر عن حاجة تحصل في المستقبل. بالنسبة لزمن الفطور سندوتش بنحذف نهاية الفرب لو كان من المجموعة الأولى أرى أو إيرى، بنحذفها ونضع منها نعيد إيرى إيراي إيرى إيرينو إيريت إيرانو. أما إذا كان من المجموعة الثالثة بينتهي بإيري بنحذفها وبرضو بنحط نعيد إيرى إيراي إيرى إيرانو إيريت إيرينو. فلزين كمثال على الكلام ده عندنا فيربو أريباري، هنحذف أري ونضيف النهاية اللي احنا اتفقنا عليها، يصل أو يأتي. أريبيرو أريبيراي أريبيرا أريبيرينو أريبيريتي أريبيرانو. فيربو داي مجموعة تانية زي فيربو بريندري، بريندري يعني عندنا بريندرو بريندراي prendra prendremo prendrete prenderanno. verbo مجموعة ثالثة زي partire يعني يهاجر أو يذهب، partire يرحل أو يهاجر، هتبقى partire partirai partirà partiremo partirete partiranno. أهم حاجة بالنسبة لنا إن احنا نحفظ النهايات بتاعت كل مجموعة، المجموعة الأولى والتانية نهايتهم زي بعض لكن المجموعة التالتة بتختلف عنهم. بعد كده اتكلمنا عن درس مهم جدا لبريبوزيتيوني، درس لبريبوزيتيوني الجر. واتفقنا ان حروف الجر حاجة مهمة جدا، بس طبعا بيختلف المعنى بتاعها من سياق للتاني، يعني احنا ممكن نكون عارفينها بمعنى معين بس هي بتيجي مع ضرب معين بمعنى مختلف. زي مثلا عندنا partire per، partire per يعني يذهب الى او يرحل الى. عندنا كلمة per بتاعها زي ما احنا عارفين ان هي لاجل او بواسطة او من اجل. احنا ناخد بالنا ان احنا هنحفظ الستاندرد، بس ناخد بالنا ان حروف الجر مش دايما معناها واحد في كل كلمات او في كل جملة. عندنا a بمعنى الى او من او في، e يعني في، g يعني من، أ يعني عند أو من، بير لأجل أو لكي أو بواسطة، كن بي أو مع، سي يعني فوق أو على، فا بفرق بين وخلال. طبعا حروف الجر دي بتندمج مع أدوات التعريف ويبقى شكلها زي ما احنا هنشوف دلوقتي، زي مثلا حرف مع أداة التعريف إيري بيبقى أل، مع أداة التعريف لو بيبقى ألو، مع لي ألي. بالنسبة لدلة دي دل دلة، با دل دلة، باي دلي دلة، مري مري ملا مي ملي ملا، سو سل سل سلا سوي سلي سلا. كن بتفضل زي ما هي وبير وفرا وترا زي ما هي، يبقى كن إل كن لو كن لا كن إي كن لي كن لي. بير إل لو بير لا إي بير لي بير لي، فا إل فا
فعلو فعلا فائي فعلي فعلي فائي فعلو فعلا فائي فعلي فعلي. بعد كده اتكلمنا عن الباست الجغرافية الماضي القريب اللي هو current past simple بالنسبة للإنجلش، وقلنا إن الباست الجغرافية بيتكون من عنصرين مهمين أوي. العنصر الأولاني بيبقى تصريف verb أسرة أو أزارة حسب ال pronomen زائد اسم المفعول أو ال participi passato. participi passato أو اسم المفعول ده بنكونه إزاي؟ اتفقنا إن احنا بنكون اسم المفعول الأول بنبص على الفيرب، الفيرب ده مجموعة أولى ولا مجموعة تالتة؟ لو هو مجموعة أولى بنحذف آخر الفيرب ونحط المفعول دي، لو مثلا بلارة بنحذف أعرف ونحط أعطو يبقى فرلاتو. يبقى مثلا لو أنا عايزة أصرف الفيرب ده مع البرونومي إيو في زمن الباسات بروسيو هشوف الأول فرلاري ده بياخد أفاري ولا إسري. قلنا إن أغلب الأفعال في اللغة الإيطالية بيروحوا مع فيرب أفاري، ما عدا بعض الأفعال اللي إحنا هنتفق عليها دلوقتي بتاخد فيرب إسري. طيب فيرب أفاري مع يو في البريزنت تبقى أو، هتبقى أو بارلاتو يو يعني أنا تحدثت. طبعا زمن الباسات بروسيو بس لما أكون بتكلم عن حاجة ماضية أو حاجة فاتت خلاص انتهت. بالنسبة للمجموعة الأولى عشان أحصل على البارتيتيف بساطة أو اسم المفعول اللي هو المكون التاني من الباسات بروسيو بشيل النهاية بتاعت الفيرب وأحط النهاية دي. برلاري بيبقى برلاتو، أفيرو بيبقى أفيتو، بارتيرو بارتيتو. دي بالنسبة لي الباركتيبيو باساتو اللي هو المكون التاني زي ما اتفقنا من مكونات الفيربو في زمن الباساتو بروسيو. اتفقنا انه الحاجات اللي بتاخد فيربو أسرة هي أفعال الحركة وأفعال المقوس في المكان، واتكلمنا برضو عن بعض الأفعال اللازمة، واتكلمنا عن الفرق ما بين الافعال اللازمه اللي هي بتكتفي بالفعل المفعول بتاعها ما بتتعديش لتاخد مفعول تاني. وقلنا ان انا عندي ان انا هستخدم اسم مفعول بيكون مع افيري، انا مش هشغل دماغي باي تباين، لكن لو كان مع اسره هتفرق بالنسبه لي. ازاي الكلام ده؟ وهي هتفرق لو كانت سنجولاره ولا بلوراله، لو كان ماسكيله ولا فيمينيله. لو أزورو هنشوف زي ما احنا شايفين كده او أفوتو أفوتو أ أفوتو أبيانو أفوتو 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 أنو أفوتو. أفوتو ما نغيرش، أو البرتيجي بسيط التاني اللي هو اسم المفعول بتاعي ما تغيرش خالص، لكن تأثر ليه تغير. لو أنا هتكلم عن سنجلارة ماسكيلة هيبقى الصوت زي ما هو، لكن لو سنجلارة فيمينيلة هيبقى الساعة. لو هتكلم عن بلورال ماسكيلة هيبقى الساعة، لو بلورال فيمينيلة هيبقى الساعة. طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها. اخر حاجة اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت برفيتو انديكاتيفو. لان برفيتو قلنا هو زمان الماضي المستمر. المستمر اللي بيفرقوا عن الاسم طبعا في اختلاف كبير جدا ما بين ده بيتلخبط في استخدامه. الباسات بروسيو بيستخدمه لما الحاجة تكون انتهت خلاص، لكن الباسات امبرفكتو بنستخدمه لما يكون الحدث اللي تم ده خارج قوي في الماضي، او بنستخدمه لما يكون عندنا برضو حالة من الحاجات اللي هنتكلم عليهم دلوقتي. لو عندنا زمانين متزامنين هما الاثنين كانوا مستمرين في الماضي ازاي؟ لما اقول مثلا نتكلم على الأمثلة دلوقتي، أي يبقى حاجة من الاثنين بستخدمه عشان إما يكون في حدثين متزامنين يا إما حدثين واحد منهم قطع التاني، يعني حدث مستمر وحدث قطعه. زي ما يكون مثلا كل دخل يكلمني، هو الحد اللي دخل يكلمني ده حدث أخد وقت قصير قطع الحدث الأساسي اللي هو وأنا باكل كان شغال. الحدث اللي كان شغال ده بيبقى في الإمبرفيتو، والحدث اللي قطعه ده بيبقى في الباساتو بروسيو. زي مثلا عندنا الجملة دي لا تتميز كورسو
يعني الأسبوع الجاي منتري أندابة ورسيتها يعني أنا كنت كيو أمريكو. الحدث إن أنا قابلت صديق قديم جاوبت في طريقي للجامعة، هو الحدث اللي استمر أكتر هو ده، أو اللي كان مستمر بزمن أطول هو ده اللي بيكون في الانترفيرتو، أما الحدث اللي قطعه هو ده اللي بيكون في الباصات الروسية. عندنا برضه مثال تاني، يعني ال بيانو فورتة، يعني ال بيانو فورتة يعني أنا كنت بعزف على البيانو. كواندو إيه إنتراتا لما كواندو إيه إنتراتا لما دخلت إيه إنتراتا، هو الحدث يعني لما دخلت لأم، هو ده الحدث اللي قطع إن هو كان بيعزف البيانو فورتة. الحدث اللي استمر أطول هو عزف كده خلينا في الإنتراتا، أما الحدث اللي بصدفة أو قطعه بس بوقت صغير هو ده اللي كان في التصاعد البروسيسي. تكوين نمبر 6 زي ما احنا شايفين عندنا برضه مثلا بارلاري ده مجموعة أولى بنحذف الآر وندخلها لها إن هي دي بارلابا بارلافي بارلابا بارلابار بارلافانو بارلاري طبعا يعني يتحدث. تيميري تيميري يعني يرتعش أو يخاف. تيميفو يعني تنيفا تنيفامو تنيفاتي تنيفانو برضو زي بارتيري يلحق زي ما اتفقنا. بارتيبو بارتيبي بارتيبا بارتيفامو بارتيفانو. جزاكم الله خيرا وإن شاء الله نتقابل في محاضرات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.